صباح الخير. صباح النور يا أمل. طيب يا حربي، أنا هقوم أشرب قهوة وأسورك أنا في أي حتة. مالك شكلك تعبان؟ لا ما نمتش من امبارح. ليه بس خير؟ خير، مفيش يا ست حاجة. قولي لي أنت مالك؟ مفيش. مفيش إيه؟ عينيكي فتحاكي. مالك في إيه؟ زمان من سنة جيت لك وقلت لي ما أقدرش أواجه العالم، فاكر؟ كانت أيام وراحت لحالها. إنما دلوقتي عندي استعداد أواجه العفاريت الزرق. بس اللي أنا عايزاه أنت مش تقدر عليها. مفيش حاجة ما أقدرش عليها يا عم. عشان بحبك بس. بص يا محمد، عبد الحليم سعيد فريد اتقدم لبابا وبابا وافق، ايه رايك؟ شفت؟ سكت. اهو ده اللي انا باخده منك، كلام حلو وبس، وتيجي عند الجد وتسكت. المفروض اقول ايه ولا اعمل ايه؟ انا اقول لك تعمل ايه. انت بصفتك الراجل تقدر تيجي تتقدم لي تطلب ايدي لبابا، وابوك رد فعله هيبقى ايه؟ هياخدني بالاحضان ولا يفرش الارض رمل؟ ابوك لو شافنا يضربني بالنار يا بنتي. بيني وبينه ارض ومحاكم. انت مش عارفه اللي بيني وبينه يعني؟ انا عارفه اللي بيني وبينك انت يا محمد. انت لو جيت اتقدمت لي انا ممكن اقف قدام الدنيا كلها واقول ان انا مش هتجوز غيرك. ممكن احارب الدنيا عشانك. حتى لو رفض انا ممكن اموت نفسي لمجرد بس انك جيت لي وتقدمت لي. مين دي اللي تموت نفسها؟ انا يا محمد. جرب بس تتقدم وشوف مين امل وممكن تعمل ايه. شفت؟ اهو ده الفرق بيني وبينك. انا مستنيه منك خطوه واحده بس عشان اعمل كل حاجه، وانت حتى الخطوه دي مش قادر تعملها. عموما انت حر، لو ما جيتش تقدمت لي اتجوز بقى، ما اتجوزتش مالكش حاجه عندي. عن اذنك.